هكذا بدت صنعاء اليوم. اعتداء الميليشيا على أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء، كانت التهمة هي مناصرة العدوان، التهمة الجاهزة لكل من يفكر بالمطالبة بحقه. مصادر إعلامية أكدت اعتداء مسلحي الميليشيا على أكاديمي الجامعة بالخناجر، فيما قالت مصادر أكاديمية إن تهديدا بالتصفية الجسدية وجه للدكتور محمد الظاهري بعد محاولة الاعتداء عليه في كلية الآداب. كان أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء قد بدأوا مطلع يناير الجاري تصعيدهم ضد سلطة الميليشيا برفع الشارات الحمراء، ونفذوا إضرابا شاملا بدأ السبت الماضي للمطالبة برواتبهم المتأخرة منذ 4 أشهر. ويأتي هذا الاعتداء على أكاديمي جامعة صنعاء ضمن سلسلة اعتداءات طالت حتى طلاب الجامعة، فيما تتوسع الاحتجاجات الأكاديمية في المناطق الخاضعة لنفوذ الميليشيا لتشمل جامعتي عمران وذمار. تأتي هذه الاحتجاجات في ظل قبضة حديدية من قبل سلطة الانقلاب التي تتحكم بالعاصمة منذ 21 سبتمبر عام 2014. بات واضحا أن ميليشيا الانقلاب تسعى بكل قوة لإسكات الصوت الوحيد في صنعاء الذي ما زالت لديه القدرة على مواجهة الميليشيا. لم تحترم أي حق، حتى حق المطالبة بالحياة.